شاكيل دولاطات افراتيلو واش الدراري واش الدريات كي دايرين لاباس بخير كلشي هذاك نتمنى تكونوا كاملين مزيانين نتمنى نهاركم يكون داز على خير وبخير شي حاجه في شكال اليوم ما معاياش ماكس وما كاينش في انطاليا فين كاين انا فين كاين انا كاين في المغرب مرحبا بكم في المغرب جينا لواحد البلاصه واعره بزاف كان في خاطري نجي لها كنرتاح فيها بزاف وغترتاحوا فيها بزاف وغندوزوا فيها ليله هربانه ديال بصح الصاط شنو اليوم كاين كاين الشوايه غنبداو نوجدوا اللعبات اول حاجه غنبداو بها لاطونس ايه بسم الله اختارينا هاد البلاصه هادي هنا فين غنديروا لاطونس ديالنا باش غادي نعسوا ليله كامله جو سي با واش تعجبكم ولا لا ولكن انا حمقتني ناضيه ما تصوروش معايا شحال توحشت لاطونس ديالي قسم بالله الا توحشت دوزت معايا الصاط وصفرات صفرات وعانات منك يا صحراش منك يا كاتيدرال دابا درنا لاطونس غادي نمشيو نجيبو الحوايج ديالنا وغادي نفرشوهم المبيت الفراش الكوزينه من بعد نجيبو الحطب العيبات ولكن باش وصلنا لهاد البلاصه هادي نعسنا في الطريق الصاط شوفوا معايا هو نعس ليه وانا نعست هنايا قسم بالله الا توحشت شي تخييمه بحال هكا اقسم بالله الا توحشت توحشت وانا عارف حتى نتوما تكونوا توحشتوها بزاف هاي 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 ما بقاتش هادي تخيمة هادي راه ولات حتى الكشار وسعيد اللعيبات سالينا المهمة الأولى باقي لنا المهمة الثانية شنو غنديرو والله صراحة تخربق لي كاع شنو غادي ندير قسم بالله بلاتي بلاتي نفكر دوك كوزينة دابا غادي نجيبو داكشي اللي كاين تما كاملة نهبطوه تعقلوا على هادي تعقلوا عليها ولا ما تعقلوش عليها يوم المقلاة باقية ما مغسولاش من داك التريب ديال رمضان يمكن ولا كلشي غادي تعاودي تغسل ان شاء الله والطبيعة شنو كتبغي كتبغي بريريت ديال اتاي جمعنا شوية ديال الحطب وغادي نشعلوه وغنديرو واحد البريريت ديال اتاي باش نردو العقل يا بسم الله شنو هذا شنو هذا شنو هذا شنو هذا شنو هذا صباشكا صباشكا صباش صباشكا صباشكا صاحبي هذا والله الا صاحبي تعقلوا عليه والله الا غادي ناكل غسلت يدي ما ناخذش فيك قسم بالله طاب اللعيبات غادي نقصعو قلنا هنايا الساندويش البلانو ما فيه نسينا الكيسان ولكن من اجل البقاء غنديرو الشواء شنو النعمه اللي كنت مضيعها والله الا نعمه كنت مضيع واو تسمع هذا الصوت هذا شوف 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 سمع 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 والله شحال ما سمعتش هذا الصوت يا بسم الله على ما قسم الله تاكل هذا ولا لا كيف كيف بسم الله يا سلام يا سلام لا بلا داك مقمع كبير ما سيزين والله ما شو الخير شو 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 تبارك ما يهمش الماكله اكثر ما يهم هذا المنظر هذا ما كانش الماكله ما كاين والو الماكله هي كل شيء نتوما الماكله ولا البروزو قولوا لي الماكله ولا المنظر شنو تفضلوا الماكله طريق كانت طويله 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 وعييت عييت 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 عرفتوا دابا البلان غادي نمشي نعس واحد جوج سوايع بحال هكا غنفيق عندي لكم واحد البلان واعر بزاف قبل ما نمشي نعس غنديروا واحد البلان انا غادي نمشي نعس خصني نفيق نلقى هذا الفيديو مبلبل مبلبل بالتفاعل ديالكم بلبلوه خلي معك جيم الصاد دابا في هذه اللحظه خلي معك جيم ما غتخسر والو خلي معك كومونتير وقول لي مبروك عليك العاوده من جديد اي واحد كيشوف هذا الفيديو قول لي مبروك عليك في الكومونتيرات العاوده من جديد باش نطلعوا التفاعل ونطلعوا المغامرات بروج ولا صاط نتلاقاو في لاطونش ملي نفيق دابا 4:30 معيش نسنا شي الوحده يا وحده وربع المهم شي ثلاثه السوايع تاع الناس وباقي مازال وباقي فين غادي نوجدو الغدا جمعنا شويه ديال الحطب صراحه هاد البلاصه هادي ما فيهاش الحطب بزاف داكشي علاش غادي نمشيو للجهه اللي مليح ديك الجهه المليح فيها الحطب بزاف ما فيهاش الشجور وداك الشجور كضرب فيه الشمس كيبقى يبس وكيبقى يطيح كيطيح كيطيح
صراحه اتناتش ايزي الصاد كتبان قريبه شوف جبدا اقسم بالله كتبقى تبان قريبه ولكن جبدا وراه مليه حتى لهيه جبنا بصح طيبات تبارك الله تبارك الله كيفاش داير وتبارك الله تبارك نعسنا في ازرو شفقنا في الصباح تخيلوا معايا شي 9 ديال الصباح بحال هكا وكنقلبوا كنقلبوا على شي مول الدجاج هكا الدجاجه حيه ما لقينا حتى شي واحد كلشي ساد الصاط ما فهمت حتى شي حاجه ايوا قلنا حتى نوصلوا للعمر الربيع فاش وصلنا للعمر الربيع كهدا عليك ما عندهمش تما الدجاج كاع حي عندهم غير خضر وجبنا دجاج خضر الصاط غادي نديباني والله الا كنت باغي نتاعكم معايا ونديروا زعما الشوايه وندبحوها واللعيبات ولكن ما كتعبش غيكون ستيب الاول هو نغسلوا هاد الدجاج هذا كنديروا شويه ديال الملح الله يحفظك اخي كندهنوه مزيان بالملح نديروا العطريه وندهنوها مزيان العطريه هاي 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 ولكن انا في خاطري نشعل العافيه في الليل ونكون سونطرا والكيك والكالم واو او ماي جاد بغينا نطيبوه دابا ولكن تبالي العافيه عاد باقي شعله غادي نخليوه حتى يبرد شويه وي العين شوف حدا ديك تما شوف اش كاينه واه كاينه بلات انا جاي والله الا بعد المرات كيضرني خاطر يا صاحبي والله الا كيضرني خاطر الله يدير الخير والله يدير لي فيها الخير العين كانت لهيها نشفت ديك البلاصه داروا عين هنا واحد اخرى صات تعقلوا نهار جينا حدا هذاك العمود الصات والله الا تما كانت العين وحتى البحيره بدات كتنقص الماء في المغرب نقص بزاف ولكن هنا راه باقي الخير تبارك الله هاك عمر لي هذه جيبها لي عاوتاني لا لا يدعوا معايا وصافي يا ربي لا يا ياي لا لا ما تحركش هاي 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 طيبنا الشواء لا لا مازال ما طابش بغيت زعما نجيبو شي كاسكاس ندوزو به ونخليوه يطيب ولكن غير الماء نضربو الشواء غير بوحده لا هادي راه خاصها تهبط هاد الجلدة هادي راه هي اللي فيها او ماي جريبل واو واو الدجاج طلع واعر بزاف واعر دابا انتقلنا للجهه الاخرى كاين جوج بحيرات في هاد البلاصه هادي تقول ما مين اللي كتعني نظارات الاطلس فاش كتطلع الفوق كيبان بحال نظارات وعلى هذيك نطلعوا الفوق دابا مشى الحال غدا في الصباح كاين فيقوا غنطلعوا الفوق ونشوفوا المنظر هربان ديال بصح صراحه الا بغيتوا تجيو لهاد المناطق ديال الاطلس جيبوا معكم الكسواحي في العشيه راه كيكون واحد البرد ما يمكنش قضيه بدات كتظلم واحد البلان هاد البلاصه ما كانش فيها الريزو دابا ضروري الريزو واللي يكون في علمكم ما عنديش كونيكسي وما باغي لا كونيكسيون حتى شي حاجه دابا زينا غادي نجلسو هنايا نديرو شويه مزيكا وغادي نتكون سونطرا وكاسين حتى الظلام حنا في الطبيعه هواء خالي من المنافقين والاعدياء ونهايه النصح زعما نورمال نقدر نقشر ونخلي له وسخ هنايا عادي عرفتوا علاش حيت غايجيو حيوانات يقصيو هذا ما كيتسمى الصليحه هذا خصك تقشر نويها في سبيل الله هذاك الجخميط واللي كيجي بنين هذا العفان وهذا الشيء غير شويه التراب دي واللي كيبنن الحاج حركه لا اراديه هذه لا اراديه اقسم بالله دير صلح رجلك ما تخافش ماشي جنون لا لا شي قلت لي واش تقول اقسم بالله قلت لك انا غير صلح رجلك ما قلت لك لا جنون لا خوتي سبحان الله شو رجلك هذيك الصغيره نديروها سالاد ماروكين تنزل الزيت والملح واش بغيت الخل اماطيش راه ولات بصلات ولات دايره كي البصله اماطيش ديرها وحده اماطيش راه رشات هاي 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 على الحداق انا ما سيد مرميطه مرميطه ناضيه بالرجوله تعطوني التقييم ديالكم قيموا الصاط من 10 ل 0 10 على 10 ولا 9 على 10 قيموا يلا بغيتكم كاملين تقيموا قيموا الدراري الدريات الدراري والدريات قيموا من 1 ل 10 واش 1 على 10 ولا 2 على 10 المهم نتوما حكموا غادي نديوها الطيب اصدقاء المرقه طابت غادي نذوقها والله ما غنكذب عليكم نقول لكم الصراحه وجدت مطيه ولا بسم الله
عندي باش نتبنى مزيان. ناضيه والله الا ناضيه واعره واعره بزاف مع بريد ديال اتاي. الصباح اللي كنتمناه لاي واحد يتحل عينك تلقى راسك في هاد البلاصه هادي. يا سلام سمع سمع الصوت جاي غسلو الماء عندي انا واللعيبات على الصباح. دابا الصباح ديال الصباح جو واعر الكال ما كاين بنادم اللي حتى شي حاجه. زيت بلدي كان صح نطيبو بعد انا غادي نفطرو كامل باش نشوفو باش ليش كاينه كاينه الله يحفظها. ها الاخوان شوفوا عطانا جوج بيضات زيت الزيتون اللعيبات وغادي نفطرو كاملين لهيها. وانت فين تلقى هادشي فلوس يا الصاد؟ كاين شي واحد فلوس يجيب لك جوج بيضات بحال هكا يعطيهم لك ها على الصباح وبلدين من الفوق يجيب لك زيت الزيتون؟ هادشي ما كاينش فلوس يا الصاد. ها بالرجوله حنا غادي نديرو الفطور. الصلاح ديالكم الصاد ديما جمعوه وديروه بحال هكا فشي شجره ولا شي بلان. المهم ما تخليوش هكا تتفت الارض واللعيبات. النظافه ضروري يا اخي الرجل. قال السفر زوين كيلاقيك بناس كتلاقاو كيجيبوا لك البيض اكو تم ما والله الا شوف والله الا كنت باغي نجيب البيض كنت باغي نجيب بزاف ديال الحوايج. السبب الرئيسي هو انه كان الليل. سبب اخر هو انني شحال هذه ما تريبيتش والطويبله ديالنا وجدات اتاي وجد كلشي وجد انكبوا لهاد الكيكه. صويت هذا الصاد تخاطش ليه بالفلوس ما تلقاش. درنا كاشير بيض فرماز زيت الزيتون خبز اتاي طويبله على قد الحال ولكن بلاصه ماشي على قد الحال. بلاصه هربانه ديال بصح. شوف 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 داك الشيء مريقل. لا جيب جيب واه كمونه بيض بلا كمون. قول له واه هو ما كاينش نيشان اشي بلا كاف بحال البيض بلا كمون او اتاي بالكاس. نسيت اسبق بلا حنا الرجلو دابا ما شفناها والله ما تسوى. ما علاش والله ما تسوى الشناظر والله الا ما نضيع. يا سلام. ومن بعد ما فطرنا الحمد لله غادي نبدلوا الكسوه حيت عندنا واحد الاكتيفيتي غادي نديروها. غنحيدوا هاد الكسوه ونلبسوا الكسوه الاخرى. ودابا متفقين كي جا معايا البيض ناضي. المهم لبست اللعيبات كاملين. شنو غيكون شنو غيكون غيكون واحد البلان اللي ناضي ان شاء الله. ها يا الجنه ان شاء الله بلاصه ناضيه ديال التخيام هنا جايه بعيد على بنادم. ها ها العقبه. ها 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 رجلو لنا الطريق شحال هذه فاش جيت ما كانتش هالطريق مريقله كاع. دابا راه بينو الطريق يعني اللي غادي يجي هذه المره راه كلشي واجد. ها انت قل لي ما بغاش مريقلي لك الطريق باش تطلع للقمه وتشوف نظارات الاطلس. نو وومان نو كراي نو وومان نو كراي. اخباركم الطريق هذه اللي رجلوها؟ اول حاجه بعدا تحيه ليهم شكرا بزاف على التعب. الله يرحم لكم الوالدين في هذا النهار. غير واش هو طويله بزاف. انا صحاب لي راهم غاديين نيشان كان صحاب لي هكا وكان درت غير من لهيه نختصر الطريق مع الطف الرف الرف هذه طويله بحال شو الجبال جينا هكا من لهيه او قلبنا الدوره ويا خصك تخرج غير من لهيه فضلت لنا تما رباط ما تبعوش ديك الطريق. الله يرحم لكم الوالدين. شوف اصاحبي غلط ديك الطريق والله لا غلط ضيعنا وقتنا باطلس طريق ما دياش كاع للقمه. لا حول ولا قوة الا بالله. لا خصني ندير لك اه فهمت
جبت عاز. سير صراحه واخا ما وصلناش للهدف ديالنا ولكن استمتعنا قسما بالله. بلاصه زوينه ضيعوها ما تبعوش ديك الطريقه اخوتي بالرجوله ديات تخربقوا. شوفوا فين جينا. يلا شوف هبط هاك هبط الزر سير غادي نتعرض لك هنا ساحرة ساحرة ولا